ما يكفيش باش تبني الطريق، يفك تسهل. كي يجيوك ماشي يحكموه في لادوان يقولوا له كيفاه وما عندكش لاتوريزاسيون ولا تحب تبيع حاجه لواحد اللي راه في باماكو، كي تروح للبنكه يقول لك ما مندش. ليه؟ وراهم لاتوريزاسيون. ما ينزلش الوحي، ماشي دير كما تحب. في كل بلاد كاينين القوانين، رايحين نديروا لجنه تاع التمويل، لجنه تاع النقل، لجنه تاع كل لجنه نهضروا على الحوايج هذو، وكي نديروا الملف نديوه لاسامبلي ناسيونال في المالي، في النيجر، في النيجر، في تشاد، نخدموا عليها نوجدوهم. قبل ما نوجدوهم لازم يعطيونا تصريح لي مينيستر تاعنا في جوان تاع 2022، عطاونا لوتوريزاسيون. درك رانا الحين الفتره اخرى باه نديروا الدراسات. اليوم راهم معنا ممثلين تاع لاكونيشيت باه يقولوا لنا كيفاه القوانين، كيفاه مكتوبين، كيفاه يديروا، نسمعوهم ونبداو نبنيوها ان شاء الله. مي على العموم شنو اللي ندير هو مليح، هل البلدان خدموا مع بعضها مليح.